أرقام اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021. البطولات التالية: تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 6، وهي كالتالي: المباراة الأولى أوروغواي وبوليفيا تقام في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر، والواحدة صباحا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 2HD بريميوم بتعليق جواد بدة. المباراة الثانية باراغواي وكولومبيا تقام بنفس التوقيت 12 منتصف الليل بتوقيت مصر، والواحدة صباحا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم بتعليق أحمد عبدو. المباراة الثالثة بيرو وفنزويلا تقام في تمام الساعة 3 فجرا بتوقيت مصر، والرابعة فجرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم بتعليق محمد فوزي. ثانيا التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام اليوم 7 مباريات بالمرحلة الثانية بدور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الأولى جيبوتي والنيجر تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الثانية أوغندا ومالي تقام بنفس التوقيت 3 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الثالثة بنين وجمهورية الكونغو تقام بنفس التوقيت 3 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الرابعة ليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة الخامسة جنوب أفريقيا وغانا تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. المباراة السادسة غينيا والمغرب تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية HD. المباراة السابعة ساحل العاج والكاميرون تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، و9 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة فيفا تي في يوتيوب. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.